ما حكم نظر النساء إلى الرجال بخفية وهم لا يرونهن؟ مسألة فيها ثلاث. إذا كانت تنظر الرجل بسهوة فهذا حرام، قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل بسهوة، لأن ذلك سبيل إلى الوقوع في الفاحشة. أما النظر المجرد عن السهوة فهذا محل خلاف، وكل ما غضت بصرها عن الرجال فهو أحوط لها وأبرأ لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.